بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله ده تسجيل اللاب التالت ARP. اللاب ده هنبتدي نتكلم عن الأوبريتورز. وأول حاجة في الأوبريتورز عندنا الكومباريزون، لو أنا عايز أقارن تو فاليوز ببعض، تمام؟ فقارن تو فاليوز، ففي أوبريتورز زي اللي هي أكبر منه أصغر منه الكلام ده كله، تمام؟ بس هنا في المونجو هيبقى شكلها عامل إزاي؟ أولا المشترك في كل الأوبريتورز إن هو بيبدأوا بعلامة الدولار ساين دي، تمام؟ وبعد كده اسم الإيه؟ اسم الأوبريتور نفسه، ماشي. ف EQ دي اختصار ايه؟ equal. فهل ال two values دول قد بعض؟ لو قد بعض فكده ال condition بتاعي اتحقق، تمام؟ لو مش قد بعض فكده ال condition بتاعي ايه؟ متحققش. وهكذا ايه في الباقي. وهناخد برضه بنستخدمهم ازاي. طب ال NE دي اختصار ايه؟ ال N دي اختصار هل ال two values دول مش قد بعض؟ لو مش قد بعض كده ال condition بتاعي ايه؟ يتحقق. طيب ال value اللي هو ال GT دي لو الفاليو اللي هو مداني اكبر من فاليو تانية، greater than فاليو تانية، تمام؟ طبعا لو هي اكبر منها الكونديشن هيتحقق، لو اصغر منها ايه الكونديشن مش هيتحقق، تمام. ال GTE دي اللي هي greater than or equal، تمام. نفس الكلام ال LT دي اختصار ايه؟ less than. هل الفاليو الاولى less than الفاليو التانية ولا لا؟ ماشي. وهناخدها برضه ايه الامثله تحت. ال LTE دي less than، اللي من غير ايه less than، اللي بإيه less than or equal، تمام. نفس الكلام من GT العادية greater than، GTE greater than or equal، تمام. ماشي. طب ال N، ال N دي اختصار إيه؟ N دي لما بشوف ال value N list، يعني بقول مثلا لو أنا عايز أدور مثلا على car مثلا، فبقول له هل ال car دي N، وبديله list مثلا، ال list دي مثلا فيها bus وفيها car مثلا وفيها مترو مثلا، هو يبتدي يدور على ال list دي، في جوه الليست دي بتدي تدور على ايه؟ على الفاليو اللي انت مديها ايا كانت الفاليو دي ايه، تمام. فدي مجموعه من الاوبريتورز، وهنبتدي ايه نكمل عليهم وناخد ايه بمثال يعني، ماشي. وهناخدهم بمثال هنا يعني ان شاء الله. طيب في برضو الاوبريتورز اللوجيكال، اللوجيكال اللي احنا عارفينها الاند والاور والنور والنوت، تمام. طيب بيتعملوا ازاي برضو في المونجو؟ في المونجو بقول لو انا مثلا عايز اعمل اند، الاند يعني ها ابلاي تو كونديشنز، لازم الاثنين يكونوا ايه يتحققوا. لو واحد فيهم فيل ما اتحققش فكده مش ايه الكونديشن بتاعي باظ. الاند لازم ايه حاجتين مع بعض، والحاجتين لازم يتحققوا، فلازم تو كونديشن الاثنين مع بعض يتحققوا. طب بمثال بقول دي بي دوت انفنتوري، انفنتوري ده اسم ايه؟ اسم الكولكشن. دوت فايند، دوت فايند يعني يرجع لي، هترجع لي ايه؟ هترجع لي الداتا بتاعتك اللي هو الكولكشن هو الانفنتوري لو الكونديشن اتحقق، انه كونديشن وعمل لي اند، يعني اللي جوه الاند ده اللي هو الكونديشن ده والكونديشن ده اللي هو جوه الليست، اللي جوه الليست، فهو اداني ايه تو كونديشنز اللي جوه الليست بتاعت الايه بتاعت الاند، فلازم الاتنين يتحققوا عشان يجيب لي الداتا، تمام. يعني هيبتدي يلف على جوه الكوليكشن، على جوه الدوكيمنتس، يبتدي يشوف هل البرايس بتاعك not equal 199، ادينا خدنا اللي هي الايه الحاجات اللي احنا قايل سالناها فوق اللي هي not equal اهي. فهل البرايس اللي جوه الداتابيز not equal 199 و 1.99؟ لو ترو فتمام هيرجع لك ايه الدوكيمنت ده، بس هل هيرجعه الاول كده على طول؟ لا، لازم يتشيك الايه الكونديشن التاني. طب هل البرايس نفسه exist true، يعني هو موجود اصلا في الدوكيمنت، ولا اصلا اليوزر هو بيدخله ما دخلوش، ممكن ما يكونش اتضاف اصلا، فلازم التو كونديشنز يكونوا مع بعض متحققين. يعني لو هو موجود اكزيست والكونديشن ده متحقق بس مش بيساوي 199، فكده ايه مش هيجيبه لك اصلا، مش هيرجعه لك، زي ما كنا بناخد ان هو بيرجع لنا حاجات المره اللي فاتت، وكنا الفايند كانت بترجع لنا حاجات ايه على الكامبس، تمام. بس لازم الاتنين ايه مع بعض يتحققوا، يعني لازم البرايس يكون 1.99 والاكزيست يكون بترون ان هو اوريدي موجود اصلا، يوزر ايه مدخله يعني في الداتابيز بتاعتي، تمام. دي كانت الايه الاند، وقلنا ايه تو كونديشنز، وقلنا برضو النوت ايكوال دي مثال على الاوبريتورز اللي لسه واخدينها فوق دي بتاعت الكومباريزون. النوت ايكوال فبيجي يشوف الفاليو اللي في الداتا بيز هل هي نوت ايكوال 199، تمام. ونفس الكلام بقى اللي بيطبق على باقي الايه على باقي الكومباريزونز، ممكن احط ايه الاي كيو، الاي كيو اللي هي ايكوال، هل هو ايكوال 199؟ ممكن احط مثلا جي تي اي مثلا، هل هو جريتر ذان 199؟ وهكذا. ممكن احط ايه الكومبارزن اوبريتور اللي انا عايز احطه على حسب ايه
الكيس اللي انا فيه يعني، او الحاله اللي انا فيه اللي عايز ايه ارجع على اساسها. تمام. طيب طب يعني دي بطريقه اكسبليسيت، اكسبليسيت يعني انا اوريدي بكتب الاند وبكتب الكونديشنز بتاعتي. طب هل انت ممكن تعمل تجمع بين تو كونديشنز بس من غير اند؟ قال لك اه بطريقه امبليسيت يعني بطريقه يعني ضمنيه شويه، اللي هو هقول برضو دي بي دوت انفنتوري اللي هو اسم الكوليكشن دوت فايند، يعني هترجع لي، هترجع لي امتى بقى؟ لما البرايس بتاعي يكون ايه نوت ايكوال 199. ده كده اول كونديشن، انا عامل كوما وقال اكزيست ايه ايكوال ترو. فكده برضو ان هما ايه نفس التو كونديشنز اللي فوق بس ايه بتصير امبليسيت من غير ايه من غير الاند. ماشي. وحطهم مع بعض جوه الايه جوه الفايند. فالفايند احنا عارفين هي اول حاجه بتاخدها، اول جزء بتاخده هو الفايند اللي هو الايه الكونديشن اللي ترجع على اساسه، فلازم يبقى كله ايه تمام ماشي عشان تبتدي ترجع الحاجه اللي انا عايزها. طيب الاور، الاور لو فيهم واحد تمام هترجع، ماشي لو الاثنين مش تمام مش هترجع. طيب دي بي دوت انفنتوري دوت فايند هترجع لي ايه بقى؟ هترجع لي وعمل لي اور، عمل لي دولار ساين اور تمام، استخدم الاوبريتور ايه بتاع اور وقال لي الكوانتيتي تكون فتح قوسين للزان 20 تمام. فدي للزان، ادينا استخدمنا الاوبريتورز بتاعت الكومبريزم ايه اللي فوق للزان 20 وعمل كوما جوه الليست بتاعت الاور واداني كونديشن تاني ان البرايس يكون ايه بيساوي 10. فلو هو ب 10 او عشان اور للزان 20 هيرجع لك الداتا ده، هيرجع لك الدوكيمنت ده تمام، هيرجحه لك. لكن لو اتنين غلط مثلا هو 25 فلا ده اتحقق ولا ايه ده اتحقق، فخلاص ايه مش هيرجع حاجه. ماشي. وبرضه لازم عارفين ان الاور برضه ايه بديها الحاجات جوه ليست، والاند برضه بديها الحاجات جوه ليست، بفتح ليست واضيف بقى ايه الكونديشنز بتاعتي. نفس الكلام في الايه في النور، النور بتاعتنا بترجع لما بترجع الحاجه لما يكون التو كونديشنز مش متحققين، مش متحققين تمام. يعني بقول له db.inventory.find وبقول له نور واديتها الليست هديها الايه التو كونديشنز بتوعي، بقول له برايس 199 والسيل بترو، فلازم التو كونديشنز دول ما يتحققوش، يعني لازم السيل يكون بفولس والبرايس بيساوي 199 عشان الفايند تجيب لي الدوكيمنت ده. لكن لو واحد فيهم اصلا بترو يتحقق خلاص هي كده اصلا اوريدي مش هتجيب حاجه تمام. طيب بعد كده النوت، النوت اللي هي النوت العاديه بقول له دي بي دوت انفنتوري دوت فايند بدي له برايس، بقول له برايس نوت نوت وبعمل النوت بتوعي وبفتح البراكتس بقول له ايه جريتر ذان 199، يعني بقول له لما البرايس يكون نوت جريتر ذان 199 يعني اصغر من 199 هو 1.99 يعني لازم يكون ايه اصغر منه. ماشي. يعني لو البرايس نوت جريتر ذان 199 رجعه له تمام. إلس بقى خلاص مش هيرجع لك الدوكيمنت ده، هتخش على اللي بعده ويلف على اللي بعده، لان عارفين فايند دي بتلف على ايه، بتلف على كل الدوكيمنتس اللي عندي في الداتابيس، كل اوبجكت الايه كل الاوبجكتس اللي عندي في الداتابيس تمام. دي كانت اللوجيكال ايه اوبريتورز. برضه في عندنا برضه حاجات برضه زيها زي اهم حاجه برضه الحاجات اللي فاتت دي عشان مهمه، وبرضه الحاجات دي لو انا برضه عايز ريجكس، ريجكس يعني بديها زي اديها حرف تدور عليه، اديها كاركتر تدور عليه ترجع على اساسه تمام، اديها اللي هي ريجولار اكسبريشن اختصار ايه الريجكس تمام. فبقول له دي بي دوت انفنتوري دوت فايند، دوت فايند يعني برضه هتجيب لي حاجه، هتجيب لي ايه بقى ايتم ماشي نوت واداك ريجكس، يعني الايتم ما فيهوش الريجكس اللي هو اديهولك ده اللي هو اديهولك جوه السترينج، سواء كان حرف كان جمله كان باص كان اي حاجه دومين اي حاجه اديهولك جوه الكوتيشن بتاعتك الدبل كوتيشن، فكده انت بتدور عليه تمام. فهو بيديها لك ايه كريجولار اكسبريشن تمام ماشي تمام. دي كانت الريجكس وده المفروض يعني ايه نعرف عنها، ان هي بتخليني يعني احط ريجولار اكسبريشن وابتدي ادور عليه يعني ايه جوه الفيلدز بتاعتي تمام. طيب التكست، التكست بعمل ايه؟ ببتدي اسيرش على كل حاجه، اسيرش على حاجه معينه جوه الفيلدز بتاعتي. يعني ايه؟ هقول دي بي دوت ارتكلز ده ايه اسم كوليكشن تاني دوت فايند، فايند برضه هترجع لي حاجه، بس هنا بقول له تكست
هديك تكست، التكست هتدور بيه ماشي، والتكست دي بتاخد سيرش، سيرش الحاجة اللي هتدور بيها فعليا تمام. طب هتدور بإيه؟ هتدور بكلمة كوفي، يعني هي هتلف على كل الفيلدز اللي جوه كل دوكيمنت وتدور على كلمة كوفي، لو لقيتها هترجع الدوكيمنت ده، لو ما لقيتهاش مش هترجعها. طب يعني ايه كل الفيلدز؟ يعني انت مثلا لو عندك في الداتابيز بتاعتك مثلا تايتل وبرايس وكاونت ولايكس وكل حاجه، هي هتلف على كل واحد، يبتدي تشوف هل موجود فيه جواه كلمه كوفي، هل التايتل فيه جواه كلمه كوفي، هل النيم جواه كلمه كوفي، هل اللايكس جواه كلمه كوفي. لو لقيتها في اي واحد فيهم هترجع الدوكيمنت ده. فهي مش بتلف على ايتم واحد. يعني احنا لما كنا بندور على الفايندر العاديه، كنت اقول مثلا التايتل بيساوي كذا، التايتل بيساوي كذا، كنا نقول مثلا التايتل بيساوي كذا، او النيم بيساوي كذا، او اديها اسم، بدي اسم فيلد جوه ولا مثلا بيساوي كذا. لكن انا لو بدور على حاجه عامه في كل الفيلدز اللي عندي، انا مش عارف هي موجوده فين اصلا، فكلمه كوفي انا مش عارف هي موجوده في التايتل ولا موجوده في النيم ولا موجوده في الادرس ولا موجوده مش عارف في اي حاجه، في اي اتريبيوت منهم، فبديها الكلمه واقول انا عايز المره دي اعمل ايه؟ تكست وسيرش تمام؟ اللي هو بعمل ايه؟ سيرش على كلمه معينه في كل ايه؟ الفيلدز. طبعا لو لها مرجع لي الدوكيمنت كله تمام ماشي. الاوبريتورز اللي معانا برضو دي لازم، برضو اهم حاجه في الاوبريتورز واهم حاجه في الكويز وكل حاجه، انت تبقى عارف كل كوماند بيعمل ايه تمام، ده اهم حاجه يعني ماشي. لكن انت السنتكس او مش لازم تبقى حافظه، بس على الاقل تبقى عارف ايه لما يجي لك مثلا اسم الاوبريتور تبقى عارف بيعمل ايه في اي واحد من اللي فاتوا، اي واحد من الحاجات اللي فاتت، واي حاجه من الحاجات اللي جايه، تبقى عارف كل حاجه بتعمل ايه بالظبط بس ماشي. طيب الابريت معانا اللي هو الانك، انك ده اختصار انكريمنت، يعني بيزود الفاليو ب 1، يعني انكريمنت ايه ب 1، بيزود الفاليو ايه ب 1، وهي 1 يخليها 2، 2 يخليها 3، 3 يخليها 4 تمام. طب دي بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها في الابديت عشان ابديت فاليو، عشان بنقول هخليها مثلا من 1 ل 2، فانت كده بتعمل فيها ايه؟ ابديت. فلو عايز ابديت مثلا فاليو معينه، هقول مثلا ايه db.update products، products ده اسم ايه؟ اسم الكوليكشن، الداتابيز بتاعت التيبل بتاعي مثلا، زي ما نقول تيبل اللي هو اسم الكوليكشن هنا عندنا ايه في المونجو، دوت ابديت 1، ابديت 1 يعني هتابديت واحد بس، انو واحد هتاخد هنا اسم الايه؟ الكونديشن بتاعك، الكونديشن اللي هو النيم بتاعه اي بي سي 1 2 3، يعني هي هتابديت واحد انو واحد اللي النيم بتاعه اي بي سي 1 2 3 تمام. طب هتعمل فيه ايه؟ ده الجزء التاني، هتعمل فيه ايه في الابديت؟ ده بيبقى في الجزء التاني، لكن الجزء الاولاني ده اللي هو ايه؟ كونديشن تمام. هتعمل فيه ايه هنا بقى؟ انك، انك الايه بقى؟ انك يعني تعمل انكريمنت لايه؟ للكوانتيتي بماينس 2، ماينس 2 هنا بتقللها ب2، يعني بتنقص 2 تمام، عشان احنا ما عندناش ديكريمنت اللي هو ينقص 2 او ينقص 1 او ينقص اي حاجه، ما عندناش ديكريمنت. فبنعمل ايه؟ بنعمل انكريمنت ونحط الفاليو بالسالب، فده معناه ان كده هو بايه؟ بينقص 2، فبقول له انكريمنت كوانتيتي نيجاتيف 2، فنيجاتيف 2 كده هي ناقص 2. بقول له ماتريكس اوردر دوت اوردر تمام 1، ده برضه هيزود الايه؟ الفاليو بتاعتي ب 1 ماشي تمام. وبعد كده كده خلاص عملنا ايه؟ انكريمنت. اللي بعده رينيم. لو انا عايز ارينيم فاليو فاليو جديده، رينيم فاليو ايه؟ فاليو جديده. اول حاجه لو عايز مثلا هقول db.students.updateMini، قلنا students ده اسمه ايه؟ collection. .updateMini يعني هتابديت كله، اي حاجه هتماتش الكونديشن هتابديتها تمام. لكن update 1 دي كانت اول حاجه بتقابلها في وشها وبتحقق الكونديشن برضه تمام، لازم الاثنين مع بعض. لكن update من ايه؟ هتابديت كله، بس اللي كله ايه؟ اللي بيحقق الكونديشن. طب ايه الكونديشن بتاعها؟ اللي هو ال NME ايه ده؟ not equal null، يعني هل هو اصلا هو عايز يخلي ال NME ايه دي عايز يصححها، يخليها نيم، يخليها نيم عشان هي مكتوبه غلط وعايز يصححها، بس هو الاول بيبتدي يتاكد اصلا هي اوريدي موجوده ولا لا. فبيقول لو ال ان ام اي دي الاسم ده نوت ايكوال نال، اللي هي ان اي اختصار نوت ايكوال، نوت ايكوال نال يعني خلاص كده لو هو موجود اصلا في الداتابيز خلاص اعمل لي رينيم ليه، عشان انا كنت مثلا ضايفه غلط، فاقول له اعمل لي رينيم وهتخلي الايه ال ان ام اي دي بتساوي النيم وكتبتها صح. فهو هيعمل ايه؟ هيشوف لو الكلمه دي اوريدي خلاص موجوده جوه الداتابيز ونوت ايكوال نال، يعني اوريدي موجوده خلاص،
ده الكونديشن بتاعي، هيخش يعمل ايه؟ هيخش يعمل لها رينيم، يخليها ايه؟ بنيم مظبوطه صح. تمام تمام طب اللي بعد كده، اللي بعد كده الست، الست دي احنا خدناها قبل كده اصلا، اللي هو عايز ابديت 1. فابديت 1 كنت بعمل ايه؟ او ابديت مين يعني، عادي كنت بقول مثلا دي بي دوت برودكتس ابديت 1، وقلنا بنديها ايه اول حاجه؟ الكونديشن بتاعنا. فلما الكونديشن بتاعنا هنا ان الاي دي بتاعنا يكون 100، فانت هتابديت لما تلاقي الاي دي بتاعك ايه؟ ب 100. طب هتعمل ايه؟ هتست، هتست فاليو اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هو انت بتست فاليو. طب هتست ايه بقى؟ هتست الكوانتيتي، هتست تعملها ست بكام؟ ب 500. فكده اول ما يلاقي الاي دي بتاعك ب 100 هيروح يست الفاليو يخليها ايه؟ ب 500. تمام تمام زي ما في ست، في انست. انست بتعملها ايه؟ ريموف. فهتقول دي بي دوت برودكتس، ده اسم الكوليكشن، دوت ابديت 1. اول حاجه تاخدها ايه؟ الكونديشن. فنقول لو السكو دي ايكوال انون، لو هي بتساوي انون، تمام هتعمل ايه؟ هتروح تعمل انست للكوانتيتي وتديها سترينج فاضي، والان ستوك بس تعمل لها انست وتديها سترينج فاضي. فكده معناه ان هو ايه؟ هيروح يمسحهم اصلا خلاص. فانت زي ما عملت ست وحطيت فاليو، انت ممكن تعمل انست وتمسح الايه؟ الفاليو. تمام ده كان ايه؟ الانكريمنت والرينيم والست والانست. ماشي تمام. في برضو حاجات لو انا عندي ليست عايز ابديت فيها، او عندي اري عايز اشتغل عليه، هعمل فيها ايه؟ لو عايز اضيف element للاري بتاعتي، يعني مثلا معايا اري فيه مثلا ريد وبلاك وجرين، وعايز مثلا اضيف له وايت او اضيف له موف كولرز، فهعمل حاجه زي كده ازاي؟ هقول دي بي دوت اسم الكونكشن دوت ابديت 1 دوت ابديت 1، هابديت واحد، انا واحد بديها الكونديشن بتاعي زي ما احنا عارفين الاي دي ايكوال 1، يعني الاي دي ب 1. هتعمل فيه ايه؟ هتعمل هتضيفه جوه الست بتاعتك. انا ست بقى اللي الكالرز بتاعتها اللي هتضيفه جوه الست اللي اسمها كالرز. طب هتضيف ايه؟ هتضيف انو element، هتضيف كلمة move، هتضيف كلمة move، يعني الكالرز دي ست، ست تمام. هتضيف جواها مين؟ هتضيف جواها الموف. تمام بس الات ست دي ما بتضيفش values مكررة، لازم تكون distinct، يعني لازم تكون ايه؟ مش مكررة. يعني لو الموف دي اصلا already موجود قبل كده فمش هنضيفها. تمام لازم ما تكونش ايه؟ مكرر. تمام طيب البوب، البوب احنا زي ما احنا عارفين هي بتريموف، بتشيل حاجه، بس بتشيل ايه من الاخر. فنشوف بس المثال اللي تحت الاول ده بيعمل ايه. بيقول دي بي دوت ستودنتس، ستودنتس اسم الكوليكشن دوت ابديت 1. هتعمل ايه لو لقيت الاي دي بتاعك بتن الجول كونديشن؟ هتعمل ايه؟ هتعمل بوب للسكورز، يعني السكورز دي، السكورز دي دي ليست. تمام السكورز دي ليست، فهتعمل بوب 1، هتعمل بوب 1 هتديها 1. 1 دي معناها ايه؟ هتمسح اخر element جوه الليست بتاعت السكورز. يعني لو السكورز بتاعتي فيها 100 200 300 400 وانا جيت عملت بوب للسكورز ب 1، ده كده معناها ان هشيل اخر element معايا في الـ في الـ في السكورز اللي هو مين؟ اللي هو 400، عشان هي كان فيها 100 200 300 400، هي هتشيل اخر واحده اللي هو ايه؟ 400. تمام دي كانت البوب، وبوب حاجه من ايه؟ من ليست او من اري. تمام طيب لو بقى هنا في السطر اللي فوق، لو انا عملت نفس الكلام قلت دي بي دوت ستودنتس دوت ابديت 1، ولما مثلا الاي دي بتاعك يكون بواحد، مش هتفرق الاي دي بواحد ولا ب 10، بس هنا بقول له بوب، هتعمل بوب هتمسح، وهقول له ايه؟ سكورز، واديتها المره دي نيجاتيف 1، يعني هي تاخد نيجاتيف 1 او 1. نيجاتيف 1 هتمسح انه هتجوه جوه جوه الاري بتاعت السكورز، قلنا مثلا فيها 100 200 300 400، لما اديها نيجاتيف 1 هتمسح ال 100 اللي هو اول element. فلو اديتها نيجاتيف 1 هتمسح الفيرست element، ودي حاجات بقى مهمه عشان ام سي كيو. لو اديتها نيجاتيف 1 هتمسح الفيرست element، لو اديتها اللاست، لو اديتها 1 زي اللي تحت هتمسح ايه؟ تمسح اللاست element. تمام هتمسح الاخير. ماشي طيب البول، البول بتعمل ايه؟ البول بتريموف element من array عادي. ماشي طيب هعمل ايه؟ هقول db dot stores ده اسم collection dot update dot update many، هت update ايه؟ كل اللي هيماتش الكونديشن ده. بالكونديشن بتاعك مفيش كونديشن، ما
ولا مفيش كونديشن؟ اه مفيش كونديشن، بس اتقضيت ايه؟ هتعمل ايه اللي قضيت اللي هتعمله؟ هتعمل بول، يعني هتمسح حاجة. طب هتمسح ايه؟ هتمسح لما تلاقي الفروتس ماشي ان ابلز او اورنج، يعني لو لقيت حاجة الفروتس بتاعتها ابل او اورنج هتمسحها، هتمسحها. ولو لقيت حاجة برضه الفيجيتابلز بتاعتها كارنتس هتمسحها، يعني سواء دي كارتس او الخضار يعني بتاعها كارتس او الفواكه بتاعتها ان بقى بديها ليست زي ما احنا عارفين ابلز او اورنج، سواء ده او ده بتدور عليها ماشي، سواء كانت بتساوي ابلز او اورنج فايه هتقوم مسحها. يعني دي ايه؟ دي البول. واحنا عارفين ان الان قلنا الان بتاخد ايه؟ بتاخد لسته بتدور فيها، يعني هتشوف الفروتس اللي جوه المين اللي جوه الليسته بتاعتي ماشي، يعني لسته الفروتس هتبتدي تشوفها، لو لقيت فيها ابلز او لقيتها اورنجز هتقوم ايه مسحها ماشي. نفس الكلام في الفيجيتابلز، لو لقيت فيها كاروتس هتقوم ايه مسحها. واحنا عارفين ان ايه من اول سلايد فوق ان الان بتاخد ايه ليست بتدور عليها، او بتاخد اري بتدور ايه جوايا، يعني بتدور جوايا ماشي. طب لو عايز ابوش، لو عايز اضيف اصلا هعمل ايه؟ هقول لو انا عايز اضيف element واحد هقول append، انا عايز اضيف يعني one element، فاقول ايه db dot students اسم collection dot update one تمام. ايه الكونديشن بتاعك لما الاي دي بتاعك يكون بون؟ هتعمل ايه؟ هتعمل بوش، هتضيف ايه؟ هتضيف للاري بتاع اللي هو السكورز، يعني سكورز مثلا اللي هو كان فيه 100 200 300 400 500 هضيف جواه 89، فاضاف معاهم ايه؟ هيبقى 100 200 300 400 500 89 اتضاف معاهم، فعشان كده ضفت ايه؟ element واحد. طب لو عايز اضيف ايه؟ elements كتير، عايز اضيف حاجات كتير مرة واحدة، هعمل ايه؟ هقول db.students.update1 ماشي، وهديها ايه؟ هديها الكونديشن بتاعي لو النيم بتاعه جو، يعني انا عايز اضيف لجو مثلا، عايز اضيف مثلا درجاته، عايز اضيف السكورز بتاعته، هعمل ايه؟ هعمل بوش. بوش بقى لايه؟ للسكورز، السكورز دي للاري بتاعتي، هضيف جواها ايه؟ هضيف جواها ال 90 وال 92 و 85، بس بضيفهم ازاي عشان دول اكتر من element؟ بديها اوبريتور اسمه اتش، اتش دي بتلف عليهم زي لوب كده، وهتلف على 90 اول مره وتقوم ضايفها جوه السكورز، بعد كده تلف على 92 تقوم ايه ضايفها جوه السكورز، تجيب ال 85 تقوم ضايفها ايه جوه السكورز. فهي بتلاقي الاتش دي لو انت عندك مالتيبل اليمنتس هي بتلف عليهم كلهم ايه وبتضيفهم يعني بس. ودي كانت الاوبريتورز يعني بقى السكشن بقى اي ار بي ودوم مش داخل يعني معناه ايه في الكويز.